أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم السميع من العليم من الشيطان الشيطان الغوي الغوي الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم. والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على أشرف أشرف الأنبياء الأنبياء والمرسلين والمرسلين سيدنا سيدنا محمد 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 وعلى أهل وعلى بيته أهل الطيبين بيته الطاهرين. الطاهرين. أبارك أبارك لكم لكم هذه هذه المناسبة المناسبة العظيمة، العظيمة. سائلا سائلا المولى المولى أن أن نعود نعود إليها إليها عاما عاما بعد بعد عام عام ونحن ونحن في في أفضل أفضل حال. حال. تشرفني تشرفني مشاركتكم مشاركتكم في في هذا هذا الحفل الحفل البهيج البهيج معكم ومع معكم ومع الأحبة الأحبة الشعراء. الشعراء. لست لست إلها، إلها، لست لست بشرا. بشرا. هل هل مثل مثل طينك طينك من من رحم رحم الدنا الدنا ولد؟ ولد وأي وأي ماء ماء أتى أتى للطين للطين واتحدا؟ واتحدا هل مثل مثل طينك طينك من من رحم رحم الدنا الدنا ولد؟ ولد وأي وأي ماء ماء أتى أتى للطين للطين واتحدا؟ واتحدا قل لي لأنحت لأنحت تمثالا يحاول أن يحكي القداسة. فالأشعار صرن سدى، أربكتني صار شيطاني يوسوس لي. هل أنت تعبد أم أنت الذي عبد؟ الله ربي لم أعبد سواه. فلم لو مر ذكرك قلبي خاشعا سجدا. ما إن توجهت للرحمن مبتهلا غنى فؤادي حروف المرتضى واشهدا. يا نية في عباداتي أرتلها، بيا علي قصدت الله معتقدا. عند الصلاة وصوت للأذان على، مدويا في سماء الحق منه صدى. آمنت بالله لكني أزيد هدى، إذا المؤذن باسم المرتضى شهدا. لما توضأت كان الماء يأخذني لماء أصفى غدير، عندما ورد وفي ركوعي تجلت للولاية من ركوع جودك. لما أمددت يدا وفي سجودي تراءت هامة طبرت، وإذ تهدم يا مولاي ركن هدى. وفي صيامي على الإفطار تبهرني، آثرت بالقرص كي يعطى لمن وفدا. لما أتيت لبيت الله في وله نبضي توقف، قلبي عنك قد نشدا. حتى رأيت بذاك البيت معجزة، شرح الجدار سيبقى شاهدا أبدا. جسمي يطوف ببيت الله معتمرا، لكن قلبي لقبر المرتضى قصدا. قضمت تفاحة الإغواء وأسفي، فصرت عنك لفرط الجهل مبتعدا. حتى ذهبت ببطن الحوت مبتلعا، وفي الظلام أنادي باسمك المددا. طوفان دنياي طام، والسفينة في عرض البحار، فبدد عني الشددا. بالمنجنيق رموني وسط نارهم، وباسم حيدر صارت نارهم بردا. آنست طيفك نورا، جئت مقتبسا، ها
هدي الحقيقة من معناك والرشدا. وإذ تجليت يا مولاي حيدرة صعقت مني حنايا الروح والجسد. لو مت أمسح باسم المرتضى جسدي أعود حيا كياني للسماء صعدا على براق علي قد عرجت إلى سبع العلا وعلي كان لي سندا فمن يوالي عليا ما الذي فقدا ومن يعاديك يا مولاي ما وجدا. إن العبادة ذكر للوصي فخذ مولاي عبدك موثوقا بما عبدا. إن العبادة ذكر للوصي فخذ مولاي عبدك موثوقا بما عبدا. صلى الله عليه وسلم. نشارك شاعرنا المرهف الأستاذ القلاف في حيرة الأفكار حول كينونية أمير المؤمنين أستاذ محمود القلاف، فرحبوا به بالصلاة على محمد وآل محمد. ادخل الكوخ، ادخل الكوخ وافترشني حصيرا واكسر القرص حيث كنت شعيرا. ادخل الكوخ وافترشني حصيرا واكسر القرص حيث كنت واكسر القرص حيث كنت شعيرا. أوقد الشمع خذ يدي للهيب الحب أيقظ بالكي في الشعورا واعجن الأفق في يديك رغيفا علويا وأشعل التنورا. المساكين بعض أصدائي يتمي وعلى بابك ارتميت أسيرا ولأن التصقت بابك نبضي يطرق الباب يستحث الصريرا. اقسم القرص بيننا لا تبيتن بجوع لما توفي النذورا. رش بعض الرذاذ فوقي لأحيا بعدها خذ مني الحياة شكورا. واضرب الأرض شهقة الرمل ظمأ سوف آتي إليك زحفا غديرا. ما أتى يا علي حين من الدهر وما كنت شيئه المذكورا. قد تصوفت تحت كفك فامسح جبة الصوف كي تعود حريرا. ليس في جبتي سواك هنا أنت تبث الإنسان في بصيرا. هكذا درت حول نفسي رقصا أتخطى بين اللهيب ضريرا وتماهت ألوان طوقي لونا نجفيا أسرجت فيه النورا. تعبت خطوتي بهذه المنافي
فامنح الطير ريشه ليطير ترشف الريح رفرفات جناحي حيث رقرقت في السماء النميرة وتشكلت غيمة يا سمينا وتهاطلت للصحاري عطورا كان لفع الهجير ينكر أني بعلي رطبت ذاك الهجير قلت للأرض إنني الخاتم الممدود من حيدر ليعطي الفقير يا علي يا علي المقابر اليوم ملت تترجاك أن تقيم النشور تترجاك أن تقيم النشور يا علي المقابر اليوم ملت تترجاك أن تقيم النشور يا مسيحي أنا المشبه لما صلبوني ولم تمت مغدورا بدأ الرجم فاشتعلت عليا وعلى الجذع قد رفعت أميرا هل سيفنون حيدرا بحجار تتهاوى على جبيني زهورا أيها الباعث اليباب اخضرارا في الحنايا تخفيا وظهورا ضج في التفاح آكل أعرى فخصفت الأوراق منك ستورا الأعاصير إن تزحزح بصوني فبكفيك قد غرست الجذورا والفراشات لو تضيع وتعمى فلدرب الورود تقفو العبيرا فلدرب الورود تقفو العبيرا. لقد تذوقنا حلاوة خبز المشاركة الأخيرة بالشعر الشعبي الدارج حبك بدأ من أزلي الله اصطفاك لي ولي مسكين كان يا علي يا بلحسن مدد مدد أدري يا حيدر مو نبي لكن كيانك نبوي أقرب لطاها من الوحي يل شخصك بذات التحد لك يرتفع سقف السماء علي العلنت سلمة في حضنك الكون ارتمى كل ما نظر وجهك سجد من قلبك العطف انهمر والدنيا بيدك تستقر نعرف مسيرك بالأثر تارك لنا هدي رشد من تمشي يخضر السبيل وينبع في إثرك سلسبيل يا ماحي أوهام الرحيل يفنى الردى ونورك خلد الأول أنت والأخير والله قبل يوم الغدير في الذر ينصبك الأمير وتبقى الأمير إلى الأبد يجري غديرك بالتراب لا يرتفع فوق السحب ويهطل في صحراء القلب ونار المحب تصبح برد غديرك انهار الأمل يروي كياني لو ذبل ولما انجرى الدين اكتمل وتوضح أصل المعتقد عهدك دمايا تكتب عزة وشرف نخوة وإبا فوق البشر لك مرتبة وما شفت لك كفوا أحد فتني
في هالعمر الفراق أعرج إلك مثل البراق أقصد سماء الاشتياق قلبي لآفاقك صعد الريح إذا تهز الغصن ما يشعر الطير بأمن ويهاجر بجنح الحزن بالام يمعشك قصد مشتاق وماخذني الشغف من أذكرك جسم ارتجف لو أوصل أزحف للنجف عالفرقة ما عندي جلد والاشتياق علوي لابد يجيك ويرتوي وله المسافة تنطوي مهما القدر به ابتعد وجاب من اللي حارب الكفار وجاب ومرحب من دحاب الأرض وجاب إذا تقدم لنا شرحك وجاب منو غير الوصي حامل حمية راجع طالع كل مصادركم وراجع وعيد حسابك بحيدر علي بس الهجم والجيش ما حد غيره ثبت فيك البلية أحدك أطالع في نجم حيدر وحدك وأبحر في بحر حبه وحدك باب الجنة يهتف لو أحد دق إذا ما تحب علي مطوف بيه صلوا على محمد.